التانية اللي هي باب المندب. نعم. باب المندب طبعا ده اللي يهمنا اكتر من اي حاجة. صحيح. ان احنا عندنا ادي اليمن اهو. نعم. وقدامها جيبوتي. نعم. وعندنا مضيء باب المندب. باب المندب ده بتيجي عليه المراكب من خليج عدن. خش البحر الاحمر ثم الى قناة السويس. نعم. طيب. باب المندب معطل ليه دلوقتي او مهدد ليه؟ هنلاقي الصورة اللي بعد كده. نعم. الصورة اللي بعد كده بتقول لنا ان ايران لها اربع ازرع عسكرية في المنطقة. اول زراع اللي هو فوق في لبنان. اللي هو حزب الله في جنوب لبنان. وده اللي مسيطر على الجنوب. نعم. في سوريا حزب الله. نعم. برضو موجود في سوريا. نعم. العراق حزب الله والحشد. نعم. اليمن تحت. وهو نعم. اهم زراع دلوقتي. نعم. لايران بتشتغل فيه في هم الحوثيين. طيب ايه المشكلة؟ نخش على الصورة التانية. نعم. انا بعمل صور بس عشان الناس يفهم بالكلام. ناس سعر شايفة. نعم. الصورة التانية بتقول لنا ان باب المندب هو بياخد كل التجارة العالمية. نعم. اللي جاية من الفار ايست من. نعم. من اليابان والصين زائد فوق جاي لنا من الخليج العربي. نعم. بيخشوا على البحر الاحمر. نعم. الى قناة السويس الى اوروبا. نعم. تمام. كويس. بيقال ان 40% من صادرات العالم تبقى لاخر تقرير النهاردة اللي انا شايفه. بيعدي من باب المندب وبالتالي الى مين؟ قناة السويس. نعم. طيب الحاجة راحت بقى ايه اللي حصل وكبر الموضوع؟ هنلاقي اللوحة التانية. ان الحوثيين بدأوا يضربوا. نعم. السفن اللي موجودة في البحر الاحمر. بل من 10 ايام استولوا على سفينة كاملة بيملكها راجل اسرائيلي. وراحوا جروها على موجودة في مين؟ مزار سياحي دلوقتي. طيب بالظبط. فبالتالي النهاردة هم اعلنوا ان احنا هندمر اي مراكب موجودة هتعدي. لذلك الصورة التانية بتقول لنا لما حصل تهديد في البحر الاحمر. بدأت الصورة الجاية التانية بتقول ايه؟ نعم. ان معظم نقول ايه شركات زي ميرسك والبريتش بتروليوم. نعم. قالوا لا احنا مش هنخش البحر الاحمر. رأس الرجاء. هنخش على رأس الرجاء الصالح. نلف جنوب افريقيا. من عند جنوب افريقيا. نعم. وبالتالي طبعا دي وقت زيادة. اسعار زيادة. كل حاجة زيادة. ودايما نقول يا احمد انا بقول نحن في عالم الاواني المستطرقة. لما بيحصل حاجة هنا بتأثر على العالم كله. نعم. الزيادات اللي هتتم هنا هتأثر على كل حتة في العالم. نعم. من هنا بدأت امريكا تتدخل. نعم. والصورة التانية ان وزير الدفاع الامريكي قال لك احنا هنشكل قوة بحرية. أيوة. لمواجهة تهديد الحوثيين في البحر الاحمر. نعم. تمام. نعم. هنا بقى عايزين نقف وقفة مهمة برضو عشان نوضح حاجة. ان قال القوة دي عبارة عن الصورة اللي جاية بقى. تقول لنا شكلها ايه. كانت اول امبارح 10 دول. النهاردة بقى 20 دولة. تضم لتحالف. تحالف. حارس الازهر بقيادة امريكا. هنا بقى الكلام ده ما طلع اول امبارح اتفرج بقى على السوشيال ميديا. فين مصر؟ مصر ما دخلتش ليه؟ شفتوا انتوا بقيتوا مهملين. انتوا ما عادش لكم قيمة. يا جماعة ده اسمه تحالف يا احمد. مصر لا تدخل في اي حلف ايا كان من ايام عبد الناصر لحد النهارده. والرئيس السيسي قالوا له تعالى قال لك انا ما بدخلش في تحالف. يعني ايه التحالف يا احمد؟ ايوه عارف لو انا دخلت بكره الصبح ال 20 دوله دول اي مركب واي مدمره تخش عندك. ما انت بقيت في حلف زي الاطلنطي وحلف وارسو وحلف الناتو. انت فاهم؟ فعشان كده مصر لم تدخل في هذا التحالف. نعم. ال 20 دوله دول ما دخلتش. طب ومصر بتعمل ايه؟ نشوف الصورة التانية. نعم. الصورة التانية بتقول لنا ان امريكا عملت حاجة اسمها قوة مهام مشتركة. نعم. اللي هي CMF. Combined Maritime Forces. قوة مهام مشتركة. Combined Force. قوة مشتركة. نعم. دخلنا. دخلنا يا احمد. ليه؟ لان احنا مع 20 دولة تانيين. نعم. والسنة اللي فاتت كنا احنا بنقود قوة المهام المشتركة دي لمدة سنة في البحرين. نعم. لانها قوة مشتركة. ننفذ مهام ونرجع تاني. نعم. لكن انا مش تحالف. فهمنا يا احمد دي. الفرق ما بين التحالف وقوة المهام المشتركة. بالظبط. تحالف احنا ما بندخلش. احنا موجودين في قوة المهام المشتركة. احنا موجودين في قوة المهام المشتركة. ولسنا في التحالف الدولي. لا رقم 153. لان دي خاصة بالبحر الاحمر. في قوة التحالف التانية 152. دي بتأمن الخليج. نعم. في قوة التحالف 150. نعم. دي بتأمن منطقة الخليج العربي ده. نعم. اذا احنا موجودين في 153. دي قوة مهام مشتركة. خاصة بالبحر الاحمر.
ايوه زي ما حضرتك قايل كده، الانشطه الارهابيه واعمال التهريب والانشطه غير مشروعه في البحر الاحمر بالظبط، باب المندب خليج عدن. كومبايند فورسز، قوه مشتركه. نعم، ما احناش كواليشن. كواليشن تحالف، احنا ما بنخشش في التحالفات يا احمد. نعم، ومحدش يقعد يقول شفتوا قد انتوا ما خدتوش حق، امريكا طردتكم، في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ احنا ما دخلناش في التحالف، والسعوديه ما دخلتش على فكره. السعوديه دخلت في قوه المهام المشتركه اللي هي الكومباوند. نعم، نرجع بقى للصوره اللي قبل الاخيره. عشان نخلص، انا طولت عليك. لا يا فندم، اتشرفت بس اعتقد ان احنا شرحنا الموقف. اتشرف بسيادتك. بص بقى الصوره الاخيره بنتكلم، طب الناس دي هتشتغل ازاي؟ الناس دي هتشتغل لان جيبوتي اللي موجوده دي يا احمد، ايوه، اكتر دولة في العالم فيها قواعد عسكرية. قدامنا اهو، قدامك، كنت هناك وانت رحت بتقول قبل كده، رحت وشفتها صح. ست